صباح الخير محمد جمال، شركة الصفا لتجارة الكتاكيت والأعلاف، مع حضرتك يا فندم. صباح النور يا فندم، ايه الأخبار يا ترى؟ أنا وصلنا حضرتك يا فندم، أتشرف بحضرتك. لما تديني دكتور أكلمه في الأول بعد إذنك. مع حضرتك دكتور محمد جمال من قسم الدعم الفني يا فندم. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. معاك المعلق الكبير أيمن الكاشف، معلق الدوري المصري الممتاز قنوات الأون سبورت. أهلا وسهلا يا فندم، أقدر أساعد حضرتك إزاي؟ حضرتك حصلت معايا شوية مشاكل كده، لسه فاتح مزرعة كتاكيت من حوالي 10 أيام بالظبط، حصل فيهم شوية مشاكل. نعم حضرتك. كم كتكوت؟ حوالي 1000 كتكوت بالظبط. تمام يا فندم، اتفضل. بس اكتشفنا كده شوية مشاكل، إن كان في كتكوت بتلات رجول وكتكوت من غير ريش وواحد تاني في عينه في وسط راسه. نعم يا فندم، كتكوت بإيه؟ كتكوت من غير ريش، كتكوت بتلات رجول، وكتكوت عينه في وسط راسه. فندم حضرتك كتكوت بتلات رجول؟ اه يا فندم مظبوط. انت مستغرب ليه كده يا ترى؟ دي أول مرة حضرتك يعني يا فندم حد يتصل يطلع على مشكلة زي كده. طب هي من غير ريش حضرتك؟ يعني الريش بيطلع بعد أسبوعين بالظبط. طب حضرتك ممكن أسأل حضرتك أسئلة بس؟ بعض الأسئلة؟ اتفضل حضرتك اسأل اللي أنت عايزه. حضرتك استأجرت الكتاكيت على ايه؟ على عربية نص نقل. لا يا فندم، انا قصدي حضرتك المضادات الحيوية زي الكوليستين او التايلوزين او الاستريبتوكين. وروبيكين وهاريكين وترامايسين وبروفين. لا يا فندم انا تمام حضرتك. طب حضرتك استخدمت اي مضاد حيوي؟ ما انا بقول لحضرتك ترامايسين وبروفين، انت قصدك على ايه يا ترى؟ يا فندم حضرتك حصنت الكتاكيت؟ حصنت الكتاكيت يا فندم، عملت لهم الرقيه الشرعيه وعديت ياسين ودعت لهم كده ربنا يغفر لهم. يا فندم مش قصدي، حضرتك حصنت الكتاكيت ضد الامراض الفيروسيه زي الجمبورو وزي النيوكاسل يا فندم. وليفربول ومانشستر يونايتد والارسنال وكل فرق الدوري الانجليزي. النيوكاسل ده فيروس يا فندم، النيوكاسل ده فيروس بنحصن منه الكتاكيت حضرتك. حضرتك اول مره تربي؟ أول مرة رب بصراحة. لا حضرتك من كتب ده فيروس، والمفروض إن إحنا بنحصن الكتاكيت من الفيروس ده. أقدر أساعد حضرتك تاني يا فندم؟ زميلي رؤوف خليف كان عايز بس يكلم حضرتك، شريكي هو في المزرعة كان عايز يستفسر على استفسار بسيط. هيكلمني في إيه يا فندم؟ هتسمعه دلوقتي. اتفضل يا رؤوف. شكرا ايمن الكاشف، مرحبا دكتور محمد، ما الاخبار الان؟ اقدر اساعد حضرتك ازاي يا فندم؟ انا اسمعي يا بدر، مشاكل خلال العشر ايام اللي فتحنا فيهم المزرعه، واريد حضرتك المعالجه سريعا سريعا. اتفضل يا فندم. المشكله الاولى كان في كتكوت غريب ما كانش بيصوصو. شنو هذا؟ ما كانش يا فندم؟ ما كانش بيصوصو. ما الحل؟ ما الحل عند حضرتك؟ هذا امر غريب يا فندم. هيصوصو يا فندم ان شاء الله. ده كلام اكيد هيصوصو؟ هيصوصو ان شاء الله. ان شاء الله. اقدر افهم حضرتك حاجه ثانيه؟ استفسار اخر بسيط، اريد ان استفسر من حضرتك، وهذا موضوع غريب حدث في الايام الماضيه، انه خرجت في البارحه الساعه 7 صباحا، طلعت الى المزرعه لكي احضر لهم الاكل والشرب. حدث امر غريب. تفضل يا فندم. الكتاكيت كانت في وضع هيجان غريب وعجيب ومثير، وكانت ايضا الاضاءه على شكل قوس قزح. شنو هذا؟ شنو هذا؟ انا لم افهم شيء. هيجاني يا فندم، هيجاني. هيجاني ازاي يعني؟ هيجان حضرتك، يعني الكتاكيت كانت تحاول ان تدفي بعضها البعض. ايوه يا فندم، ما ده طبيعي، الكتاكيت ذكران ذكور وعينات يعني موجوده عند حضرتك في المزرعه عادي. ما المصيبة حضرتك ان الكل كان ذكور؟ الكل كان ذكور، شنو هذا؟ ذكور ازاي؟ هو حضرتك مين اللي ادى حضرتك الكتاكيت دي؟ الشركة دي يا فندم، حضرتك جبت منين الكتاكيت دي؟ من شركة ليلى للكتاكيت المايلة.